ان شاء الله. طيب اسيبك تجهزي ونرجع لك ان شاء الله في اوكي. اقرب. برحب بيكي مره تانية يا رعية. شكرا. قولي لي بقى، انت يعني سنك صغير وبداتي الموضوع ده من 2 ونص تقريبا. سنتين. طيب 2 ونص، 3 سنين. طبعا ده معناه ان انت كنت لسه بتدرسي وبتذاكري ويمكن تكوني كمان في المدرسه. قولي لي بقى بداتي ازاي؟ وفي الاول طبعا كان عندي وقت فراغ كبير جدا وما كنتش بكلم ناس كتير او كده، فكنت دايما ماسكه الموبايل ولسه بقى لابسه الحجاب وكده، كان سني 13 سنه تقريبا. فبدات اعمل بقى فولو الفاشن بلوجرز واعمل سيرش بقى على جوجل وبنترست ويوتيوب عشان اعرف بقى ازاي الف الطرحه، ازاي البس، اعرف ستايلز جديده. فبعدين قلت ليه مثلا ما اعملش كده قدام ناس بحالها وانزل لهم كل حاجه انا بعرفها. فبدات طبعا اشوف بقى كل حاجه في كل المجالات متعلقه بينا عموما كبنت، سواء ميك اب او سكين كير او اللبس عموما. فبدات انزلها ولقيت في ناس كتير قوي بتتفاعل عليها ويدخلوا يسالوني طب نلبس ده مع ايه. لحد دلوقتي يعني، لحد دلوقتي برضو البنات بتحب تعرف الجديد وبتتابع كل حاجه تطلع جديده، وهي مستمره مثلا في متابعه حد تاني بس برضو بتشوف ايه المختلف او كده. مش دي من الحاجات اللي البنات بتبقى مهتمه بيها جدا، وانا بحاول على قد ما اقدر انزل ترندز في كل حاجه، سواء اكسسوارز او شوز او اللبس عموما، الالوان، الحاجات دي كلها. ايه اكتر حاجه بقى يعني بتلاقيها عليها اقبال اكتر على الصفحه بتاعتك؟ طبعا التنسيق اللبس وكده، لان دي بتبقى مشكله بنات كتير قوي ان هي مش عارفه تنسق اللبس كويس. فلما بنزل مثلا ازاي ننسق الهدوم او نزل ستايلات مختلفه مثلا لبلوجرز او لما انا اعمل ستايلينج، البنات طبعا بتتبسط جدا من الحاجات دي، لان هم بيبقوا مثلا عندهم البيس ومش عارفين يلبسوها ازاي بكذا طريقه، هي طريقه واحده ومش عارفه اعمل ايه تاني، انا لبستها مره. فطبعا كنت اصلا عاملاها علشان تدخلي فيها حاجات كتير مختلفه، وانت نفسك ما كنتيش بتعملي لسه حاجه. ما كنتش بعمل حاجه لان ما كنتش قادره في الفتره دي، يعني كان سني صغير جدا، مش عندي الامكانيات ان انا اقدر اطلع بقى، وما كنتش برضو اكتر حد فاهم. فطبعا خدت فتره عمال ما قدرت افهم الدنيا واشوف طلع من الموضوع مثلا القواعد بتاعته ايه او اساسياته ايه اللي ممكن تخليكي مؤهله ان يبقى انت اللي بتعملي ده، صح؟ طبعا. وبداتي بقى تعملي ده بقالك لسه قريب، مش 3 شهور او شهرين حاجه زي كده. تبقي انت الستايلنج اللي ممكن تعرضي الحاجه وتحطيها. يعني اكتر حاجه بتاخد منك مجهود، بتتعبك في الموضوع ده ايه؟ ان انا انزل طبعا الحاجات الترندز الجديده، مضطر مثلا انزل مثلا مخصوص اشوف الحاجات في المحلات، او ان انا اعمل سيرش بقى اتفرج على الفاشن ويكس عموما بقى، عم بقى سيرش على بنترست وجول، فعمال مثلا ما انا اجمع الصور او الحاجه اللي في دماغي واظبطها. طبعا بياخد وقت كبير جدا عمال منزلها، في الاخر طبعا بتنزل حاجه كده تتشاف في 2 3 دقايق، ف يعني بتبقى الحقيقه وراها مجهود كبير جدا. ما اتكلمت معاكي قبل كده كنت قلت لي ان في يعني حاجه هي اللي كانت بتدفعك انك تعملي ده، وان انت حابه تعملي ده لسبب يعني معين، عايزه تقوليه ولا ايه؟ هنقوله طبعا. هو في الاول طبعا كان في بنات كتير بتتريق عليا او على شكلي او على ملامحي، لبسي، لوني، اي حاجه، يعني تنمر يعني، مجرد ناس بس اللي هو احنا فاضيين فنهزر شويه ونضحك. ده كان بيحصل في مدرسه مثلا او في اماكن كتير، ممكن مثلا صحابي في المدرسه بس مش يعني ناس قليله، هم مش صحابي يعني، ممكن ناس مختلفه، ممكن ناس قريبين بعيد كده، بس كانت فترة صغيرة يعني ممكن سنة أو حاجة زي كده. بس كان في سن أنت وقتها كنت محتاجة الدعم أكتر منه. حاجة زي كده تحصل في سن صغير وأنت مش فاهمة تردي إزاي، وممكن تكوني بتتفاجئي باللي بيحصل، وده يمكن إحنا بنتكلم عن ده. ده فيا فعلا، بس الحاجات دي ما تبقاش فيا خالص. فإحنا بنتكلم عن ده وفتحنا الموضوع لأنه ممكن حد يتعرض لحاجة زي دي وما يبقاش عارف يعمل إيه، وكمان يعني يتفاجئ بالموضوع فتلاقيه زي ما أنت بتقولي يصدق ان هو فعلا كده، ويصدق ان هو شكله مش حلو او ان هو فيه الحاجات اللي ممكن حد بيكون بيوصفه بيها وهي مش موجوده اصلا. وكل انسان في الدنيا فيه الحاجات الحلوه اللي ربنا خلقنا عليها، والحاجات اللي ممكن تكون بنكتسبها سلوكيات او حاجه ممكن تكون غلط، هي قابله للتعديل وللاصلاح، مش قابله لانها تبقى خلاص وصمه عار موجوده عندنا. وفي حاجات اصلا احنا بتبقى عيوب فينا، بس احنا لازم نقبل نفسنا زي ما احنا، يعني حتى لو في عيب انا تماما مش قادره
غيره او حاجه، انا مثلا في شكلي او حاجه زي كده، لا انا لازم عندي وبقول لنفسي حد كامل يعني، او مفيش حد كامل وانا اقبل نفسي بعيوبي ايا كان يعني. ومن هنا اي حد هيبدا يحب نفسه اكتر هيبدا يطلع حاجات كويسه مثلا هو. بس انت يا رؤي ما وقفتيش عند النقطه دي، ما قلتيش لا ده هم فعلا عندهم حق وانا يعني شكلي لا مش حلو، لا مش هعمل حاجه، يعني انت ما شاء الله زي القمر. فبداتي تعملي تاخدي خط تاني خالص، ان انت تبقي موجوده على الساحه وتبقي موجوده في السوشيال ميديا، تظهري والناس تشوفك وتعملي لنفسك بيج وكلام ويعني وحوارات كتير. كنت بحاول اعوض دايما الوقت اللي هو مثلا انا فاضي او انا لا مش هسيب نفسي متضايقه، لا انا مثلا هدخل اتفرج على فيديو اتعلم حاجه جديده الحاجات دي كلها، فكنت بنسى شويه طبعا، كنت بتضايق ساعات بس بعد كده بدات لا خلاص اقعد على الموضوع، وان مش شرط لازم يكون فيا، ممكن فيهم عادي. ايوه وبدات لا قلت لا انا مش هو فعلا ان يشوف في عيوب الناس ويحط ايديه عليها كده ويتكلم عنها بكل جرأه بالشكل ده وبكل بجاحه يعني سوري، فهو مهم، هو اكيد عنده غلط يعني، اكيد عنده حاجه غلط محتاجه انها تتصلح. ايوه طبعا، وفي طبعا هي الاطباء النفسيين والناس دي قالت فعلا ان العيب ما بيبقاش من الشخص نفسه، لا بيبقى من قدامه عنده نقص اكتر، فبيحاول يعوض بقى او توتره او قله الثقه في نفسه اللي قدامه بقى، يطلع تبقى احنا دينا واخلاقنا بتحث على اننا ننصح اللي قدامنا لو في حاجه غلط ونديله دافع وحافز كبير ان هو يقدر يعمل احسن وافضل كمان من اللي هو بيعمله دلوقتي، ودي حاجه جميله جدا يعني نقدر كلنا نعملها، انما اللي مش قادر يعمل ده هو اللي عنده مشكله حقيقيه المفروض ان هو يعالجها. فانا الحقيقه يعني ببقى مبسوطه جدا وسعيده لما يبقى حد مثلا بيمر بتجربه ممكن تكون قاسيه عليه في وقت في عمر صغير وهو يتخطاها ويعدي المرحله دي بنجاح كمان ويعمل حاجه ناجحه وحاجه جميله. يمكن ناس كتير جدا بتتابعك وبتشوف اللي انت بتعمليه، يمكن